يا حبيبتي يا صفاء. خير شو بقى صفاء؟ يا حرام، متوفي ابوها من امبارح، منزله بوست بس هلا لشفته. يا ربي الله يرحمه. انت كمان مو دريانه؟ لا مو دريانه، ولا بدي اعرف ولا اشوف ولا اسمع. لا يا ستي، بدك تعرفي وتشوفي وتسمعي، لانه بدك تروحي معي نعزيها للبنت. ايه اكيد هلا رح اروح طبعا بعد ما وصلني خبر منك. ليش عم تحكي وكانه الحق علي اني خبرتك يعني؟ لان ندى انا حاسفه الفيسبوك مشان ما اسمع اخبار عن الموت والمصايب والكوارث. يعني اذا حذفتي الفيسبوك ما بقى بيصيروا هدول الكوارث؟ لا بدهم يصيروا، ما فيني امنعهم، بس انا ما بقى عندي طاقه اتحمل اي خبر مو منيح واتفاعل معه. خلص خلصت، بكفي سواد، والفيسبوك كله سواد. فيسبوك سواد. وشو لون الانستا عندك؟ لك الانستا هيك يعني مشغله خفيفه نظيفه، تشوفي هالعالم كيف عايشين، وين عم بيروحوا وين عم بيجوا، هيك فساتين اكل سفر يعني هيك للتسلايه. اما الفيسبوك حذفته على الاخير. تسلايه قلتي؟ انا هلا عرفت منين بلشت عنا ازمه يا ربي لشو عيشتي يلي صار لك شهرين صارعتينا فيها. لاني حذفت الفيسبوك قام اكتشفت انه حياتي ما لها طعمه. لا يا ستي ما لها طعمه، لا هلا ولا بعدين. لك شو ما عم بركض عم حس حالي ما عملت شيء ولا حققت احلامي، كل اللي صاروا بعمري لك وين صاروا؟ لك سفر وحياه وعيشه، الا انا مكانك راوح. حبيبتي ديما، انت محققه كثير شغلات بحياتك، ولحتى تشوف يوم بدك تطلعي على حالك، مو تطلعي لي هدول العالم شو عم ينزلوا على الانستا. لا يا ستي بدي طلع. ليكي ساره وين هلا؟ بدبي وعم تشتغل هنيك، ورهف صارت عم بتغني على اهم مسارح كندا، ولوجين لك صار معها 3 لغات واخذت الجنسيه، واذا داخلها هيك ها لفه باوروبا من قريبه. وانا وين؟ انا صار لي سنتين عم فكر اطلع على اللاذقيه ولهلا ما صح لي. هلا بشرفك ديما عم تقارن الظروف اللي هن عايشين فيها بالظروف اللي نحن عايشين فيها؟ لك نحن لو بس ها عنا كهرباء ما كنت شفتينا قاعدين هون، ولكن انا وياكي قاعدين هلا عم نفتح هذا الحديث اللي كثير مهم عن الفيس والانستا. طبعا كنتي هلا انت عم بتديري شركتك الخاصه وانا عم باخذ جائزه نوبل بالفيزيا معروفه. يا ديما يا حبيبتي، ما فيكي تلغي انه في كثير فوارق بين الظروف يلي هن عايشين فيها هونيك والظروف يلي نحن عم نعيشها هون. يعني نحن والله كتر خيرنا انه كل يوم بنفيق الصبح على شغلنا ودراستنا وتعبنا بدون اي مقومات للحياه. ليش نحن على الاساس بالبلد ما عندنا غير الدراسه والشغل؟ لا يا ستي عندنا شغلات بتجنن، بس نحن اللي مو طايلين. لك ليكي راما، افتحي هلا فوتي على بروفايل شوفي لك باحلى منتجعات عم تتصور، ولا فوقها عم تعمل لهم دعايه. يا حبيبتي البنت حلوه وعندها معارف كثير، ومعتبره هي الشغله شغلتها وعم تجيب منها مصاري. لك يا ستي حلال عليها. يا ستي حلال عليها، طبشي لك من راما، هي اماني كل يوم بتتمكياج وبتشيك حالها وبتتصور وبتنزل. لكن ان شاء الله هي بالذات لا تجيبي لي سيرتها بنوب. عم ليش بقى؟ لانه انسانه ما بعرف دايره من محل لمحل، وحفلات وسهر ومشاوير وبسط، وما في غير بتفتل على هالبنات وبتستعير منهم فساتين وتياب وبتقعد تتبروز لي وتنزل صورها على الانستا. طايقه عقلها ما بعرف، بلكي عم تحاول تلاقي عريس لقطه ما بعرف. يعني انت ملاحظه هيك كمان؟ والله وانا هيك قلبي حزني. طب قلتك ليش لهلا ما استعارت من عندي ولا فستان؟ حبيبتي انا صارت مستعيره من عندي 3، واخر مره والله حلفت يمين انه ما بقى بعيره ولا شيء بقى. ليش بقى نزعت لك اياه؟ يا ريت انا نزعته، يا ريته محروق ولا عملت هيك. قلت لها الفستان ماني لابسته لسه ولا لبسه، قال شو هي حفله بالعيله وبعديه ومدري شو، عرفت اياه. ثاني نهار بلاقيها منزلت لي 1000 صوره متبروزه فيها على الانستا وهي ولابسه لي الفستان. يخرب بيتها شو قليله ذوق، يعني فوق مو لابسه توب عيره كمان بتتصور وبتستعرض فيه بدل ما تنضب وتنستر. لا عم على ما بقى استحوا. ايه بس مو غريب انه ما استعارت من عندي ولا فستان؟ يعني مو طالع من حلي اقول لك انك صايره بتفصلي منا 2. يعني هلا والله انا ما باكل كثير، بس انا عظمي عريض. لك يا ستي ان شاء الله ما بتاكلي غير الصحه والعافيه، بس بدنا نقول والله للامانه لازم تنزلي لك شيء كيلين انه مشان صحتك. هلا على ما يبدو يعني لازم لي كيلين 3 بس مو اكثر. هلا الامانه إيه بس من شو بدي نزلهم اذا انا ما عم باكل؟ مالك عم تاكلي الصحه والعافيه. عم تتمسخري ولا؟ يا اختي عن جد الشغله شغله قسام. ليكي وفاء كل يوم بتنزل صوره يعني ما في مطعم بالبلد ما عم تاكل من عنده، وبتصور هالاكل
والله اكبر، بتلاقي اخر شيء قد اصبعتي. يا ستي انا هي المخلوقه بالذات محرمه اني اطلع معها مشوار. هي مره وحده اللي طلعت انا وياها، كل الوقت قاعده عم تصور، كل مملحه نزلت على الطاوله صورتها، كاسه المي صورتها، لولا العيب بتروح على الطاوله اللي جنبنا بتصور شو في اكل. لا واخر شيء رجعت على البيت لقيتها منزله كل شيء صور منزلتهم، قصدي مصورتهم. وشو عملت لي تاك احلى مشوار مع نتوشة قلبي، واو شو انبسطنا. وانا وياها بكل القعده ما حكينا كلمتين مع بعض، لك حلفت يمين ما بقى اطلع معه اول مره واخر مره. قولي انا هالدون العالم مالي خلقهم بنوم، بتحسيهم طالعين يوثقوا بس ليصوروا، عن جد ما بيعرفوا ينبسطوا. ها ها طلعتي فهمانه السيره، لكن على شو بلشتي لي ونكات ومسكرتي لي الفيس مشان ما يغب على قلبك؟ لك يا حبيبتي انت من العالم يلي بيعرفوا ينبسطوا، لك والله القعده معك بتفش القلب، لك انت بتشهي على الاكل، بتفتحي نفس الواحد مو مثلهم هن بيبرد الاكل لبين ما يخلصوا الصور. اي والله انا لحالي ما بتذكر نزل صوره، كل شهرين مره بدك يعني صور اكل. اي والله ما بيخطر على بالي. لك حبيبتي لانك انت بتعرفي تعيشي، الله وكيلك هدول العالم، اذا بتشيلي الفلاتر عن عيشتهم بتلاقيها ما بتسوى شيء بالمره. قلتك طبعا. لك يا ستي الله يتمع هالعالم، شو بدنا فيه؟ خلينا نحن بحالنا. ايه لا معك حق، عن جد شو بدنا فيه؟ يلا الله يوفق تنزفي. خليصة صبي لنا متي صبي لك قولي تنبل.